السلام عليكم. حماقات عبد المجيد تبون والنظام الجزائري، الحماقات اللي ما كتسالى ما كتنتهي. واش عقلتوا نهار عبد المجيد تبون بغى يزرع شجره الاركان في الجزائر، وهو خدع العاتق ديالو انه خصو يزرع شجره الاركان في الجزائر، وحنا عارفين بان شجره الاركان وزيت الاركان ما كاينه الا في دوله واحده عبر العالم، فين؟ في الدوله المغربيه، المملكه المغربيه، العقده المغربيه. فهاد الصوره هذه تتأكد إحدى الجرائد أن تبون ما زال يحلم بزراعة شجرة الأركان. الحماقات ديال النظام الجزائري هو تصدير واحد طن من السمك ديال الشبوط لبوركينا فاسو والسنغال. إذاعة الجزائرية ضرب عليها البندير، حتى حنا غنضربوا لهم البندير وغنقولوا لهم بأن المغرب أولا ولا غالبا، لله عاش المغرب ولا عاش من خانه. يعلم الله كم أحبك يا وطني، ويعلم الله كم مدافع عنك يا هذا الوطن. إخواني أخواتي، شجرة الأركان في الجزائر واش غتصدق ولا ما تصدقش؟ السؤال الناس ديال المنطقه ديال سويس ماسة اللي كتصدق عندهم هاد الشجره ديال الاركان، والناس اللي كيفهموا في هاد الشجره، الناس اللي ترباو مع هاد الشجره، والناس اللي كيعرفوا هاد الشجره. واش الطبيعه ديال الجزائر ممكن تصدق فيها شجره الاركان، ام هي هرطقات ليليه ومجرد احلام لعبد المجيد التبون ونظام العصابه والكبرنه والكراغيله هناك بالدوله والزريبه الكبرى والمقاطعه الرابعه الفرنسيه؟ احلام لذيذه، نوم هنيئا للجزائريين وكيحلموا انهم يغرسوا شجره الاركان. الهرطاقات والاكاذيب والتخربيقات ديال النظام الجزائري والاذاعه الجزائريه والكل الجزائريين جات عبر هذه الصوره اللي غتشوفوا معنا اخواني اخواتي عبر الاذاعه الوطنيه. الجزائر تنوي تصدير اول شحنه من سمك الشبوط. عرفتي الوزن ديالها شحال؟ طن. وفين؟ في النقل الجوي. واش من دوله؟ لدولتي السنغال وشكون اخرى؟ وبوركينا فاسو. 500 كيلو لهادو و500 كيلو لهادو. مي طون ديال السردين، طون ديال الحوت، طون ديال الشبوط، ما عرف كي غنسميوه. المهم احلام جزائريه وكضحك على والكبرانه عجبهم الحال وتيغنيو بها ونشرنا. حنا غادي نديروا واحد الانجاز ونحققوا واحد الانجاز، اننا غنصدروا واحد طون ديال السمك الشبوط اللي ما صدروتوش المملكه المغربيه، وحنا غنديروا واحد الشجره ديال الاركان واخا كاينه في المغرب. ولكن عبد المجيد تبون نجي نسولكم الجزائريين، ونسول الكبرانه والكراغيله، ونسول كلش الكراغيله تما و10 10 ونص بعقل اللي مازال الجماجم ديالهم ما مأكدينش فين مدفونين جدودهم. في التحدي اللي كنت قسمت معاهم، ايش كتعرف بين جدك شكون هو سميتو وفين مدفون؟ باك انت ولا جدك فين مدفون؟ هذا هو السؤال اللي ما كنبغيش نسولهم، لانهم يفتخرون بانهم ابناء الشهداء. حتى الشجره ديال الاركان اساسا فين كتنبت؟ كتنبت في المغرب. يعني خصكم تستوردوا النبته الاولى الاصليه من المغرب. يعني حنا خصنا نبيع لكم الشتله باش نتوما ديروها عندكم. واش هاد الشجره هذه كتنبت في الجو ديال المحيط الاطلسي او الجو ديال البحر الابيض المتوسط؟ السؤال، واش هذاك الجو والرطوبه والحراره تلائم انت ديك الشجره غتكون في الجزائر، او انهم غادي يديروا؟ ما عرفتش. المهم اسئله تراودني ومدوخاني في انتظار الاجابه من عند الكراغيله، في انتظار الكرغولي يدخل يتالم في التعليق ويقول لي بان سبته ومليليا كنعرفوهم مدينتين محتلتين والحديث عنهم في البقيه. في رعايه الله، القاكم الى اللقاء.